السلام عليكم. هشرح بعض الأسئلة اللي اتسألت لي في التجربة دي، والأهم طبعا هعمل معاكم في التجربة دي دايرة إيجل، عشان أنا شفت ناس كتيرة عندها مشكلة في الإيجل أو عموما في الديزاين بتاع البي سي بي. فهقول شوية نوتس كده واحدة واحدة بنبه عليكم لو في أي حاجة. طيب مبدئيا الدايرة دي، السؤال اللي سألته طبعا الكباستور، طبعا الكباستور هيبقى موجود، طبعا موجود اكيد في الهاردوير، يعني في الدايره اللي انت هتسلمها. حابب تحطه في البي سي بي تعمله ديزاين مفيش مشكله، حابب توصله تيرمينال خارجيه سواء على بريد بورد او اي حاجه ستيبل مفيش مشكله، حابب توصله بكركديل بره وتحط له هنا اطراف مفيش اي مشكله خالص يعني. بالنسبه للاي سي فاحنا بنتكلم على 3 فيز، 3 فيز هما بيتكلموا من اي وبي وسي، تمام. طب بالنسبه للنيوترال، تمام، اللي هو الطرف الثاني منهم مش جراوند نيوترال، تمام. ده مالكش دعوه، ده موجود في السبلاي. انت كل اللي هياخد، كل انا هوصله في الدايره عندك هما 3 وايرز، ايه هتخش على منتصف ده، يعني بنانا هنا وبنانا هنا وبنانا هنا. طيب تعال نشوف ايجل، يعني الديزاين بالشكل ده كده. برضو من الاخطاء اللي نبهت عليها كتير اللي هو الكاثود، الدايود ما فيهوش موجب وسالب. هو اي نعم ان هو بيمشي الكارنت من اتجاه وبيمنع الكارنت من الاتجاه التاني، بس ده مش معناه انه موجب وسالب، احنا بنعرفه بالانود والكاثود. الخط الشرطة دي هي دي الكاثود بالنسبة لي، وده شكل الدايود اللي في الحقيقة. هتلاقوا دايما الخط الرصاصي هو هيكون قصاد الكاثود بتاعي، تمام. مكتوب الانود هو البوست والكاثود نيجاتيف، ده على اساس يعني ان لما بتحط فرق جهد فالكارنت بيمشي من الاتجاه ده للاتجاه ده، واتجاه الفولت عليه بيبقى العكس، تمام. ده معنى البوز والنكس، بس ملهاش معنى ان انا الاقيك موصل الكاثود عشان هو السالب بنيجاتيف الاوتبوت او نيجاتيف الدي سي. برضو مش هتوصل المقاومه احنا هنوصلها بره عشان الريتنج بتاعها. طيب تعالوا نشوف على ايجل، هيعمل فايل نيو سكيماتيك، سكيماتيك مش بروجكت عادي، وبعدين نضيف الكومبوننت. اول حاجه هبدا اضيف الدايود، ممكن يعني انا بحب اتعامل برضو مع الاوامر لان الايجل الكونات بتاعته بتتغير، ممكن تكتب اد هيفتح لك الليست بتاعت الكومبوننت، تمام، او ممكن انك تفتحها ببساطه من اد بارت من هنا. وبعدين انا عايز اضيف دايود، فممكن تكتب يعني بصوا لا دي كده لما بتظهر في الاول، لو كتبت دايود ممكن يظهر لك حاجة بالشكل ده. انه دايت بقى اللي هستخدمه على حسب اللي انت جايبه. طيب اللي هيفرق معاك المفروض بيبقى مكتوب الجريد بتاعه كام، يعني المسافة ما بين الرجل الخضراء للرجل الخضراء. لو دايت كبير فانت هتحتاج تكبر الدايت شوية، تمام. يعني هيفرق معانا الجريد، هي اكتر حاجة تفرق معانا واحنا بنختار الدايت. 404 تقريبا 10 ملي، ممكن نختار حاجة مثلا 15 لو في حاجة 15، ماشي. ده 12 ممكن نختاره حاجة كبيرة شوية، في 15 ده المفروض ان هو يعني زينر دايود، بس مش هتفرق معايا خلاص، ممكن او خلاص ممكن اخد دايود عادي بس 15. ده بيقول لك ان الدايود ده 3 امبير 50 فولت، مش شرط حتى يكتب لك السبيسيفيكيشن بتاعته، تمام. انت ممكن انت عارف رقم وخلاص، او حتى اللي يهمك المسافة ما بين الرجول. كونك تختار دايود في المرحلة الأولى ده يعني أنا بفضله، يعني ممكن واحد يقول لي ما لقيتش المسافة اللي أنا عايزها فممكن أحط مقاومة وأنا عارف إن هي دايود، بس أنا ما بفضلش الحركة دي يعني وأنت لسه في بداية إنك تعمل بي سي بي. لما تتعود ويعني تبقى خبرة شوية تبقى ممكن تضيف تعمل الحركة دي. طيب تعالوا نضيف الدايود، أعمله روتيت بكليك يمين، أضيف الستة دايود بتوعي، أعمل الاسكيماتيك عادي. تمام الست دايودز، محتاج بنانا فممكن اكتب بنانا هنا. طيب لو مش ظاهرة تمسح ده، تضغط انتر وهو المكان فاضي، تضغط حرف البي او المفروض تبقى اسمها كونكتور بنانا، كونكتور بنانا ف سي او ان، اختار الكونكتور موجودة مش موجودة، البنانا مش موجودة، تمام. طيب في حلين، يا اما انك
تضيفها من بره external library. تمام، تروح تكتب banana library for eagle. تعالوا نشوف. طيب عملت سيرش banana library for eagle، هتلاقي انك موجود. ممكن تدور على سناب اي دي، ده مشهور جدا. تمام، او على جيت هاب. تعالوا نفتح الاثنين. ده اللي هتنفتحه من هنا الاول عشان نشوف الخطوات. سناب اي دي مثلا تكتب بنانا واعمل سيرش. شوف لحد يعني ده موقع غالي، هتلاقي عليه اغلب الحاجات، يعني اغلب اللايبراري اللي عايزها. تنزل تحت لحد ما تشوف شكل البنانا اللي انت عارفه، اللي هو المفروض ده تقريبا ده اقرب حاجة لها. تمام، تضغط عليه داونلود بارت، تعمل لوجن بقى والكلام ده. داونلود فوت برينت، ده كده ده بتاع الجاك مش بتاع البنانا. لحظة، انا عايز البنانا الجاك ده. هو السيمبل بتاعه عبارة عن دايرة، وده الرمز بتاعه في السكيماتيك، وده في البورد. داونلود سيمبل اند فوت برنت، طبعا المفروض تعمل لوجن والكلام ده الأول. طيب عملت لوجن داونلود سيمبل، اختارها بقى اللي انت عايزه. الت يام عايزينها الايجل، نزلت اهي، هتلاقيها موجودة في الداونلود، او ممكن تنزلها من على قلنا جيت هاب، لأن يعني البنانة دي موجودة على جيت هاب. ترجع باك، بعدين ترجع باك هنا تاني. سوري، داونلود ما داونلود بقى ايه كل اللايبراري بتاعت الحاجات دي بتاعت الاي بي ار، وبعدين تبقى تطلع منها البنانة. تفتح ده تلاقي فيه كونكتور بنانا موجود هنا. كونكتور بنانا ده ممكن تطلعه تحطه على الديسكتوب. طيب نيجي بقى الايجل، سواء اللي انا عملت له داونلود او اللي انا حطيته على الديسكتوب. المفروض في يوز لايبراري هنا من لايبراري من فوق كده، في حاجه اسمها لايبراري أو لايبراري مانجر. شاشة كبيرة ليه؟ مش يوز. نيجي على الأفيليبل، نعمل براوز مثلا، خلينا على الديسكتوب مثلا، كان اسمها كونكتور بنانا. كونكتور بنانا نعملها اوبن. اهي هعمل لها يوز. المفروض بقت في الان يوز عندي هنا كونكتور بنانا. نسرش عنها كونكتور بنانا، هي نزلت. طيب تعالوا بقى نعمل اد تاني. هكتب اد زي ما بحب اختصر، اد على طول كده، وبعدين شوف كونكتور بنانا هي اتضافت، هي موجودة. طبعا ممكن من غير وجع اللف والدوران ده ممكن تحط، كنت تحط بين هيدر عادي، وتبقى انت تكبر الفايا بتاعته يعني. بس خلينا ادي الكونكتور، ادي واحد اتنين تلاتة. ممكن برضو نشغل الجريد عشان الدنيا تبقى باينة. جريد اون، ما تغيرش اي حاجة في دول. طيب عايزين كمان بنانة على الاطراف، هتاد اللي هي الاوبوت يعني، هي هنا واحد هنا واحد هنا. ومحتاجين كاباستر. محتاجين كاباستر، تعالوا نضيف كاباستر. ممكن تكتب هنا كاباستر، بس مش كل حاجة هتكتبها هتلاقيها ظهرت لك. تمام، طيب اكتر حاجة مشهورة للكاباستر اللي هي اللايبرري بتاعت RCL.
فانت تيجي هنا وهي فاضيه تروح ضغط انتر وتكتب حرف الار، هو هيجيب لك ار سي ال. نختار مثلا كاباستور بولارايزد، تمام، بما ان احنا الكاباستور بنتكلم على دي سي، احنا مش عايزينه يشيل نويز، احنا عايزينه يركتيفاي، فبالتالي هو بولارايز له موجب وسالب، تمام. فاحنا عايزين حاجه بولارايز لها موجب وسالب. هنختار مثلا اي حاجه رجولها مش حمراء، عشان الاحمر ده بيبقى معناه انه شغال بيتلحم سيرفيس ماونتد على حاجه اسمها التوب لير، لما تبقى عامل اكتر من لير. طيب الدايمتر بتاعك قد ايه بتاع المكثف؟ هنا ده الدايمتر الخارجي، تمام. لو انت معاك المكثف هتقيسه، معاكش ممكن تختار حاجه كبيره نسبيا. وهنا الجريد المسافه ما بين الرجول، اللي هي ما بين الرجل الخضراء والاحمر الاثنين الخضر دول. فمثلا نختار واحد المسافه اللي هو على اساس ان هو كبير شويه، الدايمتر بتاعه 2 سنتي 20 مللي 2 سنتي، اللي هو يعتبر حتى صغير، ممكن نكبر شويه مثلا حاجة بالشكل ده، هعمل اوكي، هضيف المكثف، هتلاقيه حاطط لك عشان اخترت بولارايز حاطط لك موجب، ودي مهمة جدا. طب لما نيجي نوصل في امر واير اللي هو ده، كان في امر واير هنا، تمام، وفي امر نت. انا بفضل انك توصل بامر نت. امر نت مستو يعني امر واير، انك بعد ما هتوصل السلك بيفضل مكمل معاك. اما امر نت يعني ايه؟ نت انا ممكن بكتب هنا نت، بيوصل بيقفل يعني بينهي نفسه مجرد ما يوصل يتوصل خلاص، فدي ميزة يعني او كده. وعندي ده يوصل بده. طيب بدل ما يبقى فيه اسلاك متقاطعة، تعالوا نشتغل بالليبل احسن، كان وصل الدائرة الاساسية وده واصل بده، ده كده، وده الكباستور، ودول الاتنين بنانا بتوعنا. نجيب موف، دول الاتنين بنانا بتوع الابوت. ممكن تضغط تكتب نيم، تمام، اللي هي دي، تمام، تسميهم مثلا ايه، ان ده البوزيتيف اوتبوت، البوزيتيف اوتبوت عشان ما توش عنهم بس، واسمي ده النيجاتيف اوتبوت. المفروض ان اسمها كان يبان، بس ماشي، اللايبراري مش كامله. ده ممكن نسمي برضو ده ايه، نسمي ده ايه، ونسمي ده بي، فيزا بي يعني، وده سي. احنا بنشتغل بثلاثة فيز بالانسد، فبالتالي انا مش محتاج نيوترال في حاجة. ممكن استخدم بقى ليبل، شوف الليبل دي يعني بتنظم لي الحاجة اكتر، اللي هو كأني بوصل يعني ايه وايرلس يعني، اضغط اللي هو ليبل ده، او ممكن ان انا بكل بساطة اكتب ليبل، تمام، هختار الشكل ده من الليبل. بس لازم اكون مطلع حتة من الحاجة اللي انا هوصل عليها، او يعني تكون فيها واير يعني. والليبل اهو بحاجة بالشكل ده، وهديله نيم اللي هي العلامة دي اللي هي نيم، واقول له ان ده فيزا ايه، وده بي، وده سي. الليبل ده موجود بس في السكيماتيك، ملوش علاقة بالبورد، انا كنت سميت دول عشان المفروض لما اروح للبورد يعني. طيب نروح لليبل تاني، نقول المفروض بقى كل نقطة هتوصل بإيه، نقول له دي مثلا هتوصل بإيه، إيه المفروض توصل هنا، وبي المفروض توصل هنا، وسي المفروض توصل هنا. طيب مش هتفرق بإيه ده ولا لأ، أنا خلاص حددتها يعني، تمام، مش لازم تكون لازقة، لو في سلك رصاصي خفيف ده معناه إن هي واصلة. طيب تعالوا نعمل نيم تاني لده بقى، نقول له إن ديت المفروض تبقى واصلة بإيه، النقطة دي بالإيه، فكده معناه إن الإيه واصلة بالإيه. نفس النظام هنا، هضغط على دي وأقول له دي سميها لي بي، وصلها بي، ودي نفس النظام سميها سي. فكده واصل. هاجي على الأمر شو اللي هي العين اللي فوق دي عشان أتأكد إنه واصل، فأنا ضغطت على ده هلاقي السلك ده نور، لو ضغطت على بي
هلاقي السلك ده نور، لو ضغطت على سي هلاقي السلك ده نور كده صح، دول كده كله منور تمام. هنا المفروض هتلاقي الرجل دي نورت، الرجل دي نورت، كله نور. طيب خلاص خلصت كده، هروح اقلب على البورد جنريت اند سويتش تو بورد. عايز تكريت البورد من السكيماتيك؟ يس اوكي. دي الكومبوننت بتاعتي. طبعا افضل ديزاين انك حاجه واضحه شبه دي انك تعمل ديزاين المألوف اللي هو شبه العادي اللي هو الديزاين ده. طيب اهم حاجه ان احنا ناخد بالنا من اتجاه الدايز. انا عندي اتجاه الدايز اهي، طبعا انا عشان الدنيا كانت تبان المفروض كنت اسمي الدايز عشان تبان عندي، ان انا مش شايف ده دايز 6. طيب فين ترتيب الدايز ده؟ 1 2 3 4 5 6 4 5 6. طيب يبقى انا عايز 1 2 3 عشان هما اللي يبقوا فوق الاول، ده 5 وده 6، ده دايت 3 قلنا هيبقى فوق، المفروض في علامة بوست في النص المفروض يعني ايه بيتمسك منها يعني. برضو ممكن نشغل الجريد هنا عشان الدنيا تبقى واضحة. جريد اون، ده دايت 4، دايت 4 كان تحت. دايود 2 كان فوق هنا، دايود 1 كان هنا، بعمل روتيت بكليك يمين تمام. بعد ما اعمل كده بدوس على امر اسمه راتنس اللي هو تقريبا ده تمام، راتنس او بكتب، لا هو ايه بيكمله، بكتب كلمة رات وهو بيعمل الباقي واضغط انتر، بيختصر الاسلاك الصفرة مع بعض. طيب ممكن نبعد الدايز دي شوية عن بعضها. وبعدين الاوتبوت بتاعي يبقى على الاطراف تمام، فضل ان هو يكون على الاطراف هو الاوتبوت بتاعي تمام، والانبوت يبقى على الاطراف برضو، دي الفيزا بي ودي الفيزا سي. ممكن اكبر البوردة شوية، وده الكاباستور يعني شيء مكثف ضخم شوية، مش هيفرق كده كده ايه، مفيش حاجة هتبان غير الايه حاجات الرصاصي دي. ممكن اعمل رايتنس عشان الدنيا تظبط شوية، رايتنس تاني عشان الدنيا تتنظم كده، الدنيا واضحة. طيب اول حاجة ممكن تعمل اوتو واير اللي هو هو يوصل لك لوحده. بس قبل ما نعمل الراوتر ده، قبل ما نعمل الراوتر ده الاوتو راوتر، بنعمل دي ار سي اللي هي الديزاين رولز مش عارف ايه تمام، هتلاقيها الدي ار سي من تولز دي ار سي، او انك تكتب دي ار سي عادي شبه ما انا بحب ايه اكتب بالاوامر شبه الاوتوكاد كده، دي ار سي. بعدين هيقول لي عايز ايه في الدي ار سي. اول حاجه بما ان دي دايره باور وانا شايف ما فيهاش اسلاك كتيره، هقول له انا عايز ان المينيمم ويدث عندي التراك خليه 2 مللي عشان يكون سهل في التحميض ومبقاش رفيع، بس مش عايز اي حاجه غير ايه ان التراك يكون 2 مللي، ماليش دعوه بالدريل مش هيفرق معايا قوي. كليرنس اقول له ما بين التراك والتراك خلي لي مثلا 1 مللي، ما تخليهمش قريبين من بعض عشان ما يعرفنيش في اللحام والتحميض. ما بين التراك والفايا برده ما تعديش جنب الفايا، خليها 1 مللي ابعد عنها، طبعا عشان الدايره واسعه فانا اخد براح، بس بعد كده ممكن اخليها نص برضو خليها 1 مللي. عايز يقول لك ما بين البادة والبادة يعني اللي هي رجل اي سي مثلا ورجل اي سي او فايا وفايا، لا قول له ما سيبهم زي ما هم اللي هي الحاجة الصغيرة. وبعدين هتقول له apply rules اللي هي مش تشيك تمام، يعني في هنا تحت مش هتطلع. طيب بعدين مش هنقول له تشيك، هنقول له ايه apply rules او ابلاي وخلاص تمام، وكنسل ابلاي وكنسل ما تعملش تشيك تمام. هي كده باينه هنا، هي هقول له ابلاي وبعدين كنسل
مش عامل لا تشيك ولا اي حاجه، انا مش محتاج غير كليرنس والسايز. لا يو كانسل، خلاص بعد ما ظبطتهم اجي بقى اعمل الاوتو راوتر، الاوتو راوتر اللي تحت ده سوري، بيقول لي انت عندك كام لاير. طبعا انت لو النسخه اللي عندك مش كراكت مش هيقول لك ما عندكش غير التوب لاير والبوتوم لاير، فخلي التوب لاير ان على ايه، انك مش عايز ولا حاجه، اللي انت عايزها بس انت عايزها البوتوم. قول له انا عايزها ستار، معناها التراك يتحرك باي حريه لوحده. ماشي، خلي الايفورت بتاعي هاي، ان هو يعني استخدم كل البروسيسور اللي انت عايزه. وخلاص وكونتينيو. وستارت، عمل لي 100%، فهو كده نجح ان يوصل كل التراكات. خلاص اند جوب. التراكات انا شايف ان في مساحه كبيره قوي، تمام، فممكن اعمل كنترول زد واعمل غير الدي ار سي. اقول له ايه، كبر الدنيا شويه بقى، اقول له السايز خليه 3 مللي عشان يبقى سهل معايا في اللحام والتحميض، والمسافه ما بين الاسلاك خليها 2 مللي، ما تقربش حاجه من بعض، ده خليه 2 مللي عشان ما يقرفنيش في اللحام لو حاجه فكت. ابلاي وكنسل، بعدين اوتو راوتر ده برضو اخليه ان على ايه، وده اخليه ستار، الايفورت خليه هاي، وكونتينيو ستار. ما اعرفش يظبطها، ظبطها 100% اهي، تمام. ان جوب، خلاص خلاص على كده. حاول ما يبقاش فيه الكسرات الكبيره دي، يعني انت ممكن تيجي هنا تظبط التراك ده بنفسك، ما تخليش سوري، يعني ما تخليش التراك ده حاجه مكسوره كده. يعني ممكن نعمل ريب اب للتراك ده نوصله بنفسنا، ونضغط على الراوت ونختار هنا الميث الويث، نكتب 3 mm. حاجه بالشكل ده. ماشي، الباقي مفيش مشكلة، ده برضو ما تخلوش مكسور كده عشان في التحميض يبقى سهل. ممكن مش هيظبط ولا لأ، طيب مش هيظبط، فهنعمل له ريب اب اللي هي دي، نعمل الحتة دي ريب اب ودي ريب اب، ونوصل احنا تراك زي ما هو الثيكنس بتاعي. تمام كده. برضو البوينت دي ما تخليش بوينت بالشكل ده عشان الفاي دي ممكن تطير منك، فوت ظبط البتاع دي، مش هتفرق لو عدت من على الاحمر، تمام، الاحمر كده كده مش هيظهر معايا. ممكن نوصل بواير بقى، لان دي انا حركتها بوسطها، فممكن بواير اهي، نخلي حاجة بالشكل ده كده. ممكن نظبط الشكل ده، نخليه ريب اب، نعمل الحته دي ريب اب ونوصلها بواي كده. خلاص كل اللي انا محتاجه بقى في الطباعه. ممكن تعمل نفس النظام هنا بحيث ان ايه الفاي دي ما تبقاش لازقه في التراك ده عشان وانت بتخرمه ما يطيرش التراك. تعالى نعمل نفس الحركه دي هنا. ماشي، بص انا شايف كده الدنيا تمام. ممكن نبعد الفايا دي عن بعض، نبعد البتاع دي شوية، دي نبعد نطلعها لفوق شوية. طيب خلاص كده، هاجي بقى عند اللايرز واقول له ان انا عايز هايد اول لايرز، وانا عايز البوتوم والفايا والبادات بس، واوكي. خلاص كده الدايرة هتبقى عندي. مفروض لو حبيت اصغر شوية، انا بفضل ان انا اعمل بوردر حوالين الدايرة عشان لما تيجي تعمل تراك، او لما بتيجي ممكن كبر الدايرة بتاع دي شوية، او نعمل خلينا نعمل واير ونرسم بوردر حوالين الدايرة من برة، عشان لما تيجي تحمض ساعات على حسب الورق اللي انت هتستخدمه. اول حاجه بتطير هي التراكات اللي على الاطراف، فلما تعمل بوردة تخليه يطير. برضو حاجه عشان تسهل معاك في الكوي، نعمل حاجه اسمها بوليجون. بوليجون دي هقول له الاماكن الفاضيه دي املاها لي نحاس، يعني الحته دي كده بس ما تقربش طبعا من السلك،
لا لي نحاس. تعالوا نشوف البوليجون اهو، هختار مثلا ان انا احدد المنطقه اللي انت عايز تعملها بوليجون. احنا عاملين الدي ار سي، الكليرنس هو اللي هيظبط لي البوليجون بتاعي. كليرنس انا مخليه 2 مللي، فالبوليجون بتاعي يتظبط بزياده شويه. واجي هنا طبعا مش هقفله، هاجي قبله بشويه واروح ضاغط دبل كليك عشان يظبط. اوكي وخلاص اي حاجه، وبعدين اروح ضاغط على ريتنس هلاقيه ملالي الحاجات دي بمسافه اللي انا مختارها، اللي هي المفروض 2 مللي كليرنس ما بين التراك والتراك او النحاس والنحاس اللي انا كنت عاملها في الدي ار سي. ممكن نرجع نكبرها تاني، يعني نعمل كنترول زد، او خلينا نعمل التولز دي ار سي ونقول له معلش كبر لي الكليرنس شويه خليه 3 مللي، واقول له ابلاي كانسل واقول له ريتنس تاني، هلاقيه بعدي المسافه. طبعا الافضل انك تخليها كبيره شويه عشان ما تقرفكش في اللحام. هاجي دي ار سي تاني مثلا اقول له كليرنس المسافه ما بين السلك والسلك، لان ده نحاس وده نحاس، اقول له مثلا خليها 4 مللي. لا المفروض كنت اختار ابلاي وبعدين هضغط على ريتنس تاني هيظبطها لي. تمام، انا عشان انا عامل واير على الاطراف هو شال لي الحاجات اللي على الاطراف دي. تمام، انا بفضل ان كليرنس يبقى مثلا تحطه في حدود انت كبدايه ليك خليه 3 مللي 4 مللي طول ما الدنيا واسعه معاك. المفروض الحاجات دي بسبب ان هو بيقول لي ان ده ايرورز، بسبب انا قلت له تشيك، لو قلت لما قلت له الدي ار سي قلت له تشيك هنا بالغلط، فبيقول لي ان في حاجات مسافه ما بين السلك ده والسلك ده اقل من 3 مللي، هو بينبهني. اقول له كلير اول وخلاص، مش عايز انا ماشي انا عارف مش هتفرق معايا، انا يهمني ان انا بلحم بس ان ايه دول ما يقرفونيش. خلاص كده هتبدا بقى تجنريت سيف از، او خليها برنت في برنت، وتطبعها بقى كبي دي اف ويبقى معاك الفايل جاهز. اختارها برضو بلاك، ممكن تحطها في بلاش في السنتر، خليها في التوب سنتر مثلا او التوب ليفت او اي حاجة، عشان انت بتاخدها اكتر من مرة عشان لو باظت ولا اي حاجة يبقى معاك اكتر من نسخة لها. خلاص، وتأكد ان ده E4، اهم حاجة تتأكد ان ده E4 والسكيل بواحد، وتعمل سيف وخلاص على كده. اوكي نيجي هنا. اوكي انا عايز بس اسيف كبي دي اف، برنت برنت تو بي دي اف، ادوبي بي دي اف. اوكي اوكي اللي سيفها مين؟ هقول له مثلا على الديسكتوب، هقول له ريفيز بريك دي فايل. طيب بعد ما نطبعها ناخدها هنروح نطبعها على ورق كوشيه خفيف او ورق جلوسي، ورق كوشيه خفيف او ورق جلوسي، وهنكويها. اهو الديزاين بتاعي. وبعدين هنكويها، وبعد ما نكويها مثلا دقيقتين تلاتة اربعة خمسة، بعد ما هنكويها بقى على ورق كوشيه خفيف او الجلوسي، انا بفضل الكوشيه الخفيف الصراحة. بس لو هتستخدم كوشيه خفيف لما هتيجي تشيل الورقة من على النحاس، لو شلتها مرة واحدة شبه ما بتشيل الجلوسي كده الدنيا هتبوظ منك وتلاقي التراكات ثابت ومش عارف. احسن حل للكوشيه الخفيف انك تحطها تحت المية او تسيبها في المية دقيقتين لحد ما الورق يبوش، وتبدا تشيل الورق واحده واحده وهو بايش، تتاكد انه بايش، مش لو في حاجه جزء مش بايش منه تسيبه لحد ما يبوش. ممكن الطبقه اللي على الوش اللامعه دي الكوشيه بيبقى لامع من ناحيتين، ممكن تتشال ويظهر محتها طبقه لسه ما اتبلتش، فسيبها شويه وبعدين ابدا بالراحه بايدك كده، هتبدا تدعك الورق بايدك خفيف كده واحده واحده لحد ما يطلع الورق، وتتاكد ان مفيش ورق ما بين التراكات. ساعات بيبقى فوق ده ورق خفيف قوي ما بين التراكات، لما بتحطها في الحمض ما بيشتغلش، او يعني بيتعامل كانه حبر عادي. طيب الحمض اللي تجيبوه هاتوا حمض كلوريد الحديدوز اللي هو الاصفر، وخد بالك من هدومك عشان ده ما بيطلعش من الهدوم. كلوريد الحديدوز ده هتجيبه منين؟ افضل مكان تجيبه منه هتروح تجيبه من شارع فؤاد، شارع فؤاد في وش اسم العطارين، الناس بتوع البتروكيماويات او بيبيعوا الحاجات الكيماويه. في ناس بتبيعه كمحلول، ده مش حمض مبدئيا، ده محلول ملحي تمام، فمش هياكل ايدك، اللي هو كلوريد الحديدوز ده عباره عن ممكن تروح يديك مكعب ملح، بس ساعات بيبقى غالي يعني،
وتروح حطه انت في الميه تدوبه، فبس فبيبقى مركز. بس برضو في ناس بتعمله كده بتبقى مخفف شويه، بس برضو بيبقى مركز عن اللي موجود عند ميكروس الكترا. بيديك لتر كامل ب5 جنيه، ممكن تجيب لك 2 لتر هيكفوك طول السنه. وبيبقى مركز وبيديك في علبه وبتبقى حاجه نظيفه، بس خد بالك اللي هيتكب منك. تعالوا نشوف فيديو لازاي ممكن نحمض البورد. طيب دي خطوات مسجله من اي واحد من على النت عادي، تمام. البورد بعد ما اتطبعت، بس احنا اللي احنا طابعينها بيبقى فيها ايه الفراغات دي، مليانها بالبوليجون عشان تبقى اسرع في التحميض. Like the one used in magazines or catalogs. تمام. بقول لك هنا انك تطبع على ورق جلوسي، في برضو ورق جلوسي قلنا، بس ده هو تلاقي الورق مش عارف 3 جنيه ولا 2 جنيه، في ورق كوشيه الورق بنص جنيه، وفي ورق حراري. الورق الحراري ده مجرد ما تحط المكوى عليه مده دقيقه او نص دقيقه، المفروض ان هو كفيل ان هو ايه يقلبها، او يعني ان هو تتنقل من الحبر من البورده دي للبي سي بي. اهم حاجه الورق اللي هتطبع عليه او الطبعه اللي تطبع بيها لازم تطبع، لازم حبر ليزر، حبر انك مش هينفع، لازم حبر ليزر. Easier to apply to the surface of the board. ادي البورد اهي، جيب سلك مواعين ناعم، تمام، وهتلاقيها ممكن مصديه عليها بصماتك، الحاجات دي برضو بتقلل ان الحبر يلزق عليها. تروح بسلك المواعين الناعم ده تبدا تدعكها كلها لحد ما تخليها كلها لمعه. وانا صار الدعك مش صنفره، سلك مواعين ناعم عشان ما ياكلهاش. هو هنا خلاص مساحه وكل حاجه، تمام. هو هنا بيستخدم اللي هو بتاع ده اللي بيشيل المونيكير ده، برضو بينضفها بيه زياده، مش هتفرق طالما انت عملتها بسلك مواعين. هتحط البورده، لو انت قاطعها على مقاسها هتعملها شبه، ولو انت مش عاملها هتحطها بمربع وتتني الورق حواليها نفسها بقيه الورقه عليها، تقعد تطوي لمده حبه حلوين، يعني ايه دقيقتين ثلاثه كده، خمسه بالكتير. كل ما هتكوي اكتر كل ما الدنيا هتبوظ اكتر، الدنيا اكتر. وهنا بيحطها بقى في الميه، اتقل شويه عليها لحد شايف هنا تلاقي الورقه بايشه، لحد ما الورق تبوش. لما تبدا ترفع في اجزاء هنا مش بايشه، لا استنى عليها شويه، يعني ايه استنى، رجع سيبها هي كده، وقف على كده وارميها في الميه شويه لحد ما تبوش، وبعدين بالميه واحده واحده او تحت الحافيه ابدا ارفعها. طيب بقيه الحاجات دي اللي هي البواقي، لو مش بايشه شبه الفيديو ده هتحطها في الميه لحد ما البواقي دي تبوش، وبايدك تفرك واحده واحده لحد ما تبعد. خد بالك شايف هنا في الفيديو ده في بواقي، هنا شايفين البواقي البيضه دي الصغيره، البواقي البيضه دي لو انت التراكات قريبه من بعض الحمض هيعملها كانها عازل، فبالتالي ممكن كان لو يعني في بواقي ما بين التراك ده والتراك ده، يبقى البواقي دي مش هيعمل لك شورت سيركت، فخد بالك تبقى متاكد انها متشاله. بعد ما هنا كده المفروض ان هو لو في تراك متاكل منك، مثلا لو بصينا رجعنا ورا لقينا مثلا التراك ده ضعيف شويه، الحته دي مثلا ضعيفه شويه، او في تراك الحته دي متاكله سنه، اكيد مش هعيد البورده واقعد اكوي تاني واعمل، لا ممكن تجيب قلم فلوماستر بيرمننت، تمام، قلم بيرمننت ما بتمسحش رفيع كده، وتجيب مسطره وتروح موصل عليه تحدد عليه. طبعا ما تحددش البورده كلها عشان ما يبقاش منظرها قذر، يعني البتاع ده بس. وممكن زي ما قلت لك ايه، يعني حابب تعمل بقى تكتب اسم التيم بقى بالقلم الفلوماستر هنا بعيد، او ممكن تكتبه اصلا في البورده في الديزاين بتاع ايجل، تمام. ممكن هنا اصلا ايه تضيف تكست وتضيف الانتر اللي انت عايزه، مثلا تيم 3 مثلا، وتختار مثلا عايز تضيفه هنا، هتكبره بقى تصغره، بس طبعا قبل ما تعمل ايه راتنس، يعني او هتعمل راتنس بعدها عشان يظهره، تمام. طيب خلاص وصلنا للمرحلة دي، هنبدأ نرميها في الحمض اللي هو كلوريد الحديدوس. هنا بالقلم هيبدأ يوصل الحاجات الناقصة. هو هنا أنا ما بحبش صراحة الحمض الأزرق ده، أو هو المحلول الأزرق اللي هو كلوريد الحاجة المتريك تقريبا، هو ده كان اللي هو هنا مستخدمه هيدروجين، معرفش ده ايه الحمض ده الصراحة، تمام. اللي احنا بنستخدمه هو كلوريد الحديدوز، تمام، وهترمي فيه البوردة عشان تنجز معاك. طبعا انت لو هتستخدم حاجة علبة شبه اللي هو عاملها دي فتغطيها كويس عشان تنجز معاك بقى، ما تاخدش منك دقيقتين حرفيا او 5 دقايق في التحميض، حتى لو الحمض كان متاكل
ابدأ هز البتاع اعملها فيبريشن رايح جاي رايح جاي، هتلاقيها نجزت معاك ممكن 5 دقايق او حتى دقيقتين، دي خلصت مع الحمض المركز اللي بقول لكم عليه ده اللي هو ايه هتجيبه من البوردة. طيب لما تخلص المفروض لما هتطلع البوردة، عشان في ناس كانت صراحة ده بص هنا المفروض ظهر البوردة شبه الوش هنا، ده دي بوردة احنا مجازا بنقول عليها الماني اللي هو الظهر شبه الوش وباسيتون، وباسيتون او بسلك مواعين ناعم تمام، اسيتون وعلى على قطنه تمسح الحبر ده، او بسلك مواعين ناعم هتمسح الحبر ده. المفروض التراكات بانت، التراكات مختلفه عن الايه عن بيت البي سي بي ده دريلر، تحط بقى البنطه على المقاس وتبدا تخرم على حسب المقاس بتاعك اللي انت عايزه. خلاص بعد ما خرمت بقى تبدا اللحام، ما ننساش هو هنا بيحط فلكس على على التراكات عشان يبقى سهل معاه في اللحام تمام، عشان القصدير يسيح بسرعه. المفروض انك بتوصل الكومبوننت من الناحيه الثانيه، ورجول الكومبوننت بتتلحم من النحاس، بتجيب قصافه وتقصها وتقص قصافه اسلاك تمام، وتقص الاطراف زياده محدش يسيبها شبه ما انتوا كنتوا عاملين تمام. لما تيجي تلحم هو هنا بيحط ماسك تمام، لما تيجي تلحم بقى او هنا سياح قصدير. استنى خلينا نشوف الكومبوننت بتاع الكومبوننت. طيب لما تيجي تلحم الكومبوننت الاول، بص شبه ما هو عمل في الحركه دي في الخطوه الاولى، هنا اول حاجه تحطها تحط المكوى عند رجل الكومبوننت وتقرب القصدير، يعني المكوى هي الاول تبقى ثابته عند رجل الكومبوننت وتقرب القصدير، والقصدير هو اللي تبدا تزقه، دي انسب طريقه للنحاس للحام، مش تحط القصدير وتقرب المكوى وتبعدها، لا انت بتحط القصدير. طبعا مع الخبره في كومبوننت شبه الايسيات ما ينفعش انك تسيب المكوى عليها كتير، فلازم ايه تحط وتجري، يعني تقرب وتبعد تقرب وتبعد. فانت هتحط المكوى على رجل من الرجول ومن الناحيه الثانيه، يعني لو انت حاطط المكوى بسلوب كده من الناحيه دي تبدا تزق القصدير، القصدير تبدا تزقه واحده واحده تمام، هتلاقي القصدير وانت بتزقه هيبدا بيسيح وبيكون لك لحام نظيف عليها. طبعا انت بتعمل مع كومبوننت باور فممكن تجيب مكوى 60 بوت مفيش مشكله منها. طيب لو حد عنده اي مشكله في الديزاين او في اي حاجه ممكن تسالوني او باشمهندس يوسف. في حاجه كمان، بعد لما نيجي نلحم الكومبوننت لما نيجي نوصلها نيجي نروح عاملين اللايرز هنا، معلش نعمل هايد اول لير او شو اول لايرز عدا البوتوم تمام، عدا البوتوم والتوب واعمل اوكي تمام. ده الكومبوننت الموجوده عندي دي اللي انا هبدا اوصل على اساسها. في حركه بحب اعملها بتخلي شكل البورده شيك قوي، انك تجيب ورق ستيكر بيتباع كده، ورق ستيكر ابيض تمام، ورق A4 بس عامله شبه الستيكر اللي كنا بنلزقه ايه بتتقشر من ورا وبتلزق يعني، فتروح طابع عليها الوش ده تمام، لما تطبع عليها الوش ده وبعدين تروح بعد ما خرمت البورده، بعد ما خرمت البورده من طبعا مش من ناحيه النحاس، مش من ناحيه النحاس من الناحيه الثانيه، بتبدا تظبط مثلا انت او ممكن تحط لنفسك حتى ريفرنس ان الثلاثه بنانه دول والثلاثه بنانه دول تخرمهم في الورقه وتخرمهم في البورده وتحط مكانهم ايه مثلا بنط او رجول مقاومات اي حاجه يبقى ريفرنس عشان تلزق الورقه دي من فوق تمام. هتلزق الورقه دي مش من ناحيه النحاس، من الناحيه الثانيه من الظهر تمام. لما هتلزقها صح خلاص بقى مش محتاج تبقى فاتح قدامك شكل ايجل، بقى انت عارف انت بتحط الكومبوننت صح ولا لا. ممكن تحط بالنسبه لك هنا تقول مثلا يعني تكون انت كاتب ليبل على الورقه دي اللي انت هتطبعها، بما ان هي ورقه يعني مش نحاس، تكون حاطط تروح كاتب مثلا تختار التوب لير وتروح كاتب تكست يتعرض في التوب لير وتقول مثلا دي فيزا ايه تمام، فيزا ايه، وتروح حاططها هنا. ممكن بقى تكبر الخط بقى، تشوف الخط اللي يريحك بقى تكبره يبقى باين، بحيث انه يبقى باين مثلا تروح حاطط دي ايه مثلا، دي هنا تبقى تقول مثلا فيز بي تمام، وسي. كل الحاجات دي مش هتبان في الاسلاك ده واحنا في مرحله الطباعه. ممكن بقى تكتب اسم التيم بتاعك مثلا، تقول تيم مش عارف ايه عبد الصمد ولا وات ايفر مين تمام، وتحطه هنا
على الاستيكر. ممكن تحط هنا ايه انديكيشن ليك ان ده النيجاتيف، يبقى ده للطرف النيجاتيف، انديكيشن ليك ان ده البوزيتيف. طبعا كل الشباك اللي ظاهره دي بسبب الدي ار سي رولز، فممكن نبعد البوزيتيف شويه بسبب الدي ار سي رولز. فنيجي تاني عند الدي ار سي تمام، ونقول له تشيك اول، هيقول لي كل دول، اقول له ماشي اوكي كلير وخلاص. وانا كده كده انا عارف ان الورقه دي لما هاجي هطبعها انا هقول له شو كل حاجه او هايد، انا عايز شو اول لايرز عدا الحاجات اللي انا طبعتها في الظهر تمام اوكي. ودي كل الحاجات دي بقى ايه هتطبع، يبقى دي على ورقه موجوده على ورقه ستيكر تمام مميزه، هتخلي شكل البورده من قدام نظيفه تمام. وممكن بقى تجيب حابب بقى تنضف اكتر، يعني تنضف الدنيا اكتر بعد ما تحط الورقه دي قبل ما تخرم، انت بس هتخرم الثلاثه الاساسيين دول تمام. بعدين حابب تنضف الدنيا اكتر تروح تجيب ورق ستيكر شفاف وتحطه عليها عشان الورقه البيضة ما تتوسخش، كده الدنيا تبقى انضف وانضف. طبعا الموضوع يرجع لك مش اساسي، بس يعني انا بعلمكم حاجه وبراحتكم تمام. اتمنى الفيديو يكون مفيد، انا اسف بس على التطويل، بس عشان اطولت عشان عرفت ان في ناس ما تعرفش تستخدم ايجي. دي الحاجات على الاقل اللي احنا محتاجينها الاساسيه. الاوامر بعد كده لو انت مش لاقي كومبوننت تمام، مش شرط كل الكومبوننت لما تكتب اسمها تظهر لك، لو مش لاقي كومبوننت بعد كده شبه الاوبتو كابلر لما هنحتاجه قدام الاوب امب، اكتب على جوجل وير تو فايند مش عارف ايه ان ايجل، هيروح يقول لك مثلا موجود في لايبراري مثلا اسمها اوبتو مثلا، فمش هتكتب هنا اوبتو، لا هتروح ضاغط هنا، تضغط هنا وهي فاضيه انتر عشان يجيب لك البدايه بتاعتها تمام، وتحدد اي حاجه وتروح كاتب حرف الاو اللي هو اول حاجه من اسم اللايبراري اللي ايه هتلاقيه موجود على جوجل، وتبدا بقى ايه تنزل واحده واحده وتفتح الاوبتو ترانزستور اللي انت عايزه او وات ايفر اوبتو كابل. بالتوفيق يا شباب.